ان يسمعها ابناؤنا وبالوالدين احسانا. يا ريت يا ريت يكون ابناؤنا وبناتنا الان يسمعونني وانا اقول البار بوالديه مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار ان شاء الله. والعاق لوالديه مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنه. الاب والام هؤلاء او هذان هما على باب الجنه. بطاعتهما ندخل الجنه وبعقوقهما والعياذ بالله لا 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 يلج انسان الجنه. ولذلك قال لنا اهل العلم من لم يدع لابيه وامه حيان كان ام ميتين سواء هما احياء او اموات عقب كل صلاه فقد عقهما. من باب البر الا تسير امام ابيك او امام امك وانما تسير بجوارهما او خلفهما. هذا امر. طيب لا تجلس وهو واقف. لا تجلس وهو واقف. وصل الامر انني ان كنت في صلاه نفل ونادى الاب او الام وبالذات الام جاز لي ان اخرج من صلاه النفل لاستجيب لنداء امي. لا يرفع الصوت عليهما. يا الله سبحان الله. لا ينظر اليهما مزدريا اراءهما. قال العلماء من نظر الى ابيه او امه شزرا يعني ما اعجبه الكلام بايجاز لن يعجبه الكلام. امسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. يا الله لم يوجد في اللغه وانت يعني من احد اربابها بفضل الله فضل عليك كلمه اقل من اف صح ولا تقل لهما اف. ولذلك قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ولد صالح تربى على الكتاب والسنه وعلى اللغه سمع ابا تمام يقول لا تسقني ماء الملام فانني صب قد استعذبت ماء بكائي. صح. فارسل اليه كوبا يعني هذا ماء الملام يهزر مع من باب الحوار مع المداعبه مع جاره يقول له يا رجل ارسل لي جزءا من ماء الملام شربة من ماء الملام. فقال له ارسل لي ريشه من جناح الذل لاكتب لك بها. صح. اللهم جناح الذل من الرحمه. هذا الجناح خفض الجناح ماذا يقتضي؟ يقتضي ان الاب والام ما بات احدهما باكيا من فعل ابنه او ابنته. هذا مهم. لا. ما يبيت باكي لابد من ان يبيت راضيا.